الإرهابيين والتكفيريين وتنظيم القاعدة. إذا أنتم هكذا تردون العراق دولة إسلامية، فمو من الأولى بكم أن تروحون لدولكم تسووها إسلامية؟ يعني جايين من المغرب لسوي دولة إسلامية بالعراق؟ ليش ما يسوي المغرب دولة إسلامية؟ جايين من السعودية يسوي دولة إسلامية بالعراق والسعودية ويعبر الحدود ومتأذي ومفجر روحه، ليش ما يروح للسعودية يسوي يفجر بالسعودية؟ والأمريكان موجودين بالسعودية، موجودين بالإمارات، موجودين بالبحرين، موجودين بمصر، كل دول عربية قواعدهم موجودة. نعم، دروح فجر لهم هناك، فجر وفجر العراق، بدل ما تفجر أطفال العراقيين بالمدارس وبالجامعات وبالأسواق، روح فجر هناك داخل الأراضي وسوي لك دولة إسلامية يا أخي بالمغرب وبتونس وبالسودان، وسوي دولة إسلامية على هواء، إحنا دولة إسلامية بكل. طيب، بس مو بتفجير الأطفال دولة إسلامية، مو بتفجير النساء، مو بتفجير المدارس والجامعات، مو بالإرهاب، مو بالقتل. يعني إحنا صرنا ضحايا لأشخاص يأتون